زيارة صاحب الزمان صلوات الله صلوات عليه، الله عليه يوم الجمعة الذي يظهر فيه عجل الله عجل فرجه، فرجه فقل في زيارته عليه السلام: السلام عليك، السلام يا عليك حجة يا الله حجة الله في أرضه، في أرضه. السلام السلام عليك يا عليك عين الله عين في خلقه، السلام السلام عليك يا نور الله يهتدي الذي يهتدي به المهتدون ويفرج عن المؤمنين. السلام السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام السلام عليك أيها المليء الناصح، السلام السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام السلام عليك عليك يا عين الحياة، السلام عليك السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام السلام عليك عجل الله لك ما لك وعدك من النصر وظهور الآن، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى وبآل بيته وأنتظر وظهور الحق على يدي، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة ويومك المتوقع فيه والفرج فيه على يدي، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيها ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين.